النهارده هنقرا كتاب عن الزعيم. بيقول اشرف بيدس في كتاب عادل امام الغالب مستمر ان الزعيم تالق لان عنده وعي كامل بشخصيته، بيختار الادوار اللي بتناسب امكانياته البدنيه واللفظيه والحركيه، علشان كده هو عمله نادره. استولى لوحده من بين الفنانين على حب الجمهور، كان بيجيله جمهور من كل البلدان العربيه بس علشان يشوفوه في مسرحيه من مسرحياته، فبقى من معالم مصر زي الاهرامات كده، وهو الكوميديان الوحيد اللي كان بيتهاجم ويمدح في نفس المقال. قدم الكوميدي، التراجيدي، السياسي، الاجتماعي والرومانسي وحتى الاكشن، مفيش حاجة منجحش فيها بتفوق. طب نشأته كانت عاملة ازاي؟ نشأته كانت في حي الحلمية في القاهرة، بس اصل العيلة من المنصورة. نشأ في عيلة متوسط، وتربيته في مكان اصيل في القاهرة خلى عنده وعي بكل حاجة بتحصل في الشارع المصري. وعادل امام في المدرسة كان شقي جد وملوش في الدراسة، كان عفريت فكان بيلفت انتباه كل اللي حواليه، وبدمه الخفيف كان كل الناس بتقرب منه، كاريزما من وهو صغير. دخل فريق التمثيل في الكليه واعجب بيه ناس كتير، وابتدى يتشهر في الجامعه، وبدا مشواره الفني في مسرحيه انا وهو وهي مع فؤاد المهند، واللي قال فيها جملته المشهوره بلد بتاعت شهادات صحيح. وانطلقت نجوميه عادل امام من بدايه السبعينات، وكان وقتها في نجوم كبار زي محمود عبد العزيز وحسين فهمي ونور الشريف. قدر عادل امام يخترق الفن بسرعه الصاروخ ويتربع على العرش حتى الان. ما جاش عادل امام تاني، قدم 125 فيلم و21 مسلسل إذاعة وتلفزيون و13 مسرحية. إيه أكتر عمل بتحبوه للزعيم؟ وإيه أكتر إفيه فاكرينهوله؟ قولولي في الكومنت.